السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو ده الحابب يعني أشرح لكم كيف تنزل تطبيق التيك توك لهاتف الآي أو إس أو الآيفون. أول شيء نمشي للآب ستور، نكتب آب ستور في البحث. هنمشي لآب ستور، نضغط عليه، هننتظر شوية. نمشي للبحث، نضغط للفورم تحت البحث، نكتب تيك توك، نعمل بحث، يظهر لنا نتيجة حق البحث. تاني واحدة نضغط على داونلود، ننتظر على حسب السرعة حق النت بتاعتك. بعد التيك توك فتح، وممكن تفتحوا عادي. وفي الحلقة الجاية أشرح لكم كيف أنكم تسجل في التيك توك. أشوفكم في الفيديو الجاي. قبل أن نقفل الفيديو، حابة أنكم تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. وفي أمان الله، باي باي.